عاوز انتقل بك الى موضوع في منتهى الأهمية، وهو ان فيريرا عنده مشكلة في حراسة المرمى، ما عندوش غير محمد عواد وحارس ناشئ ما نعرفش اسمه، حتى مش السيد عطية، السيد عطية مع منتخب الشباب هو اللي موجود، وبيفكر جديا في الاستعانة بالدولي محمد ابو جبل، حتى لو على دكة البدلاء في هذه المباراة قال لك انا جاي اللاعب عندي جاهز للمباراة لسه ممشيش، انا اخشى لاي سبب من الاسباب يبقى عواد بره والاقي نفسي بلعب بحارس من قطاع الناشئين، وده ممكن يعني كل شيء وارد في الكورة. فبيفكر ياخد محمد ابو جبل على دكة البدلاء معاه في هذه المباراة المهمة يوم الخميس المقبل. محمد ابو جبل بالمناسبة بيعلم نادي النصر السعودي الادب، يعلمهم الادب، والله بيعلمهم الادب، بيعلمهم الادب بشكل رهيب جدا جدا جدا. نادي النصر السعودي فلوسه كتير، فلوسه كتير، تعرفين طبعا يعني فلوسه كتير جدا، مضى مع محمد ابو جبل واداله جدية تعاقد، لكن المدرب الجديد قال لك انا مش عاوز، ليه بقى؟ تعاقد مع اوبسينا حارس مرمى نابولي وهو من كولومبيا، والراجل اصلا يعني مشى 25 لعيب من معسكر مرابيا وقال لهم انا مش عاوزه، 25 لاعب في نادي النصر، 25 دول هيرجعوا على المملكه العربيه السعوديه بحيث ان هم يبقوا نشوف بقى ايه اللي هيحصل وايه اللي هيجرى فيه، اللي يطلع اعاره، اللي يحصل تسويه وخد كذا واعمل كذا وبالسلامه امشي وكلام بالشكل ده. 25 لاعب، ورودي جارسيا المدرب الفرنسي اللي كان من ضمن المرشحين لتدريب النادي الاهلي اسما لكن ما نعرفش ما جاش ليه، او ربما لان فاتورته عاليه جدا 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 على النادي الاهلي. ما يعني قرر الاستغناء عن 25 لاعب. ابو جبل هديك مفاجاه مش عند اي حد، تعاقد مع نادي النصر، حصل على مقدم تعاقد، اسمع اللي بقول لك عليه، ناس في نادي النصر بيكذبوا على جماهيرهم العظيمه في المملكه العربيه السعوديه، بيقول لك لا ما تعاقدناش معاه، انا لما اقول لك تعاقد تعاقد وعندي الحج. عقده بيبدا 1 اغسطس لان عقده بينتهي مع الزمالك 31/7 نهايه هذا الشهر، عقده بينتهي بنهايه هذا الشهر بنهايه يوليو، فيحق له الرحيل، لكن هو برضه قال لك همشي وانا علاقتي محترمه مع المسؤولين في نادي الزمالك، مش همشي ابدا وانا بيني وبين جمهور نادي الزمالك زعل، ولازم اخرج من الباب الكبير وبعلاقه محترمه. وهو ينتظر ما سيحدث مع طارق حامد اللي لازم يسافر لاتحاد جده، وبن شرقي اللي لازم يسافر ايضا، وهقول لكم دلوقتي بن شرقي لجأ لملياردير عشان يحلوا المشكله مع مرتضى، فقال لك زيهم وناخد الامور بالهدوء وما نخسرش جمهور الزمالك العظيم ونمشي بالراحه. لكنه النصر السعودي هو اللي في ورطه حقيقيه، مضى مع ابو جبل، تواصل مع مصطفى ابو جبل شقيقه ووكيله في نفس الوقت، وقال له ان احنا هنعمل لابو جبل اعاره لاحد انديه الوسط في الدوري السعودي، رفض محمد ابو جبل مثل هذا الامر وتمسك بالاستمرار مع نادي النصر السعودي واحترام التعاقد اللي هو موقعه لثلاث سنين، عقده السنوي 7 مليون ريال. عقده السنوي 7 مليون ريال. جديه التعاقد ما ينفعش ياخد ال 7 مليون ريال مقدما، لان في حاجه عندهم كده اسمها الحوكمه، نظام الحوكمه هناك، فما ينفعش انك انت يبقى في تلاعب مالي يبقى انت كده يعني. فانا تواصلت مع مقربين جدا جدا مع من ابو جبل، اكد لي ان هو مش رايح اوروبا، عقد موضوع تشامبيون شيب ده ما وصلش، اتنين ان هو مش رايح وفاق الصيف، وانه متمسك بعقده مع نادي النصر السعودي، متمسك بعقده مع نادي النصر السعودي، غير كده هو يعني خلاص هو عقده بينتهي مع الزمالك بنهايه شهر 7، عقده بيبدا مع النصر السعودي اول 8، لم يتواصل معه المسؤولين في نادي النصر السعودي للحصول على جواز سفره لاستخراج التاشيرات اللازمه للسفر الى معسكر الفريق في مرابي. ايوه انا بقول لك معلومات وانفرادات، لان برضه في نفس الوقت بقول لك ده وبقول لك ان علاقته متميزه جدا مع مستر جوزفالدو فيريرا اللي عاوز ياخده على الدكه في مباراه القمه. قال لك ماشي عواد اساسي وعواد وحش وعواد دلوقتي في هذه المرحله هو الحارس الاول في مصر زي ما بيقول اسطوره اليوتيوب، لان ده حقه، ده حقه، حق ربنا ده حقه، الحارس الاول في مصر حاليا في هذه الايام هو الافضل، وري فيتوريا لما يشوف المباريات يقول لك هات لي ده يلعب اساسي في مباراتي ملاوي، لان محمد الشناوي مش عارف مش شايف ليه قدامه،
ربنا يوفقه ويفوق. ف محمد ابو جبل راجل قال لك انا مرتبط مع النصر ولم يدخل معه نادي النصر في مفاوضات لفك الارتباط مقابل الحصول على اول سنه. قال لك لا مش اول سنه بس، انا عندي عقد ومكمل عقد وجاي لنادي النصر ومش هروح لاي نادي اخر، وانتوا اتفاقي معاكم ان انا اجي لكم اول 8، محدش قال لي تجي لي اول 7 ولا نهايه 6 ولا كلام من ده، وتوقيع العقد على هذا الامر مش هيبقى عنده اي مشكله في البطاقه الدوليه. ليه؟ لان عقده نهايه يوليو مش نهايه اغسطس، فبالتالي الزمالك عشان يقعده لازم يدفع له الشهر ده. فاكرين احمد فتحي ورمضان صبحي؟ رمضان صبحي لما ساب الاهلي ومشي واحمد فتحي كمل الموسم مع الاهلي، دي بتبقى رغبه اللاعب وارادته، فارادته هتبقى خلاص خلاص هيمشي. فده موضوع محمد عواد اللي بيعلم نادي النصر السعودي الادب ومسؤوليه الادب. ليه؟ لانهم لم يلتزموا بتعاقداتهم مع محمد ابو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر اللي كسر الدنيا في كاس الامم الافريقيه، واللي دلوقتي بيقول لهم مش همشي على مزاجكم، الحق انا بحترم تعاقدي، احترموا انتوا كمان عقودكم.